بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين، مرحبا بكم على إذاعة ميد غاديو على برنامجكم نصيحة أمل. اليوم غنتكلموا على أهمية القدوة في إصلاح الأبناء، على دور القدوة في إصلاح الأفكار والسلوكات ديال الوليدات ديال الأطفال اللي تيكون عندهم نوع من العناد، اللي تيكون عندهم نوع من التصلب في الأفكار أو في التصرفات والسلوكات. فخصنا نعرفوا أن الطفل أو المراهق هما أشخاص اللي عندهم سمات وصفات عقلية ونفسية وانفعالية اللي كتأثر بالمحيط ديالهم، المحيط اللي تربوا فيه. وأهم ما يؤثر في هذه التربية هي القدوة، القدوة اللي كيشوفوها الوليدات قدامهم، سواء هذه القدوة كانت أشخاص متمثلين في الآباء ديالهم أو في المدرسين أو في الأصدقاء أو زملاء المدرسة، أو كانت هذه القدوة هي عبارة عن فكرة تشبع بها هذا الطفل أو تشبع بها هذا المراهق، سمعها من زملاء دياله، سمعها من الخارج، سمعها من الإعلام فعجباته، لأنها حقت له واحد الرغبة عاطفية أو نفسية أو جسمية عنده فعجباته تشربها ولا كيتمثلها في سلوكيات. إذا لهذا كل أب وكل أخ وكل أم وكل شخص في هذا المجتمع يعتبر نفسه أنه قدوة، لأن الإنسان بطبيعته يحاكي. الإنسان دائما شوف كنشوفوا غير الناس اللي هما كبار، وإلى قاو واحد المدة مع شخص معين كنلقاو بأنه إلى ما خدش الحيطة منه ممكن أنه يأخذ منه حتى السلبيات، فما بالك بالطفل أو للمراهق. إذا كل شخص منا إلى اعتبر نفسه أنه قدوة في هذا المجتمع، لا شك أن المجتمع كله سينصالح. علاش؟ لأن الإنسان لما كيعتبر راسه بأنه قدوة للآخرين بأنه ممكن أن الآخر يدير بحاله، فإذا يسعى إلى أن يفعل الخير. ولهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لنا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا إنسان أو أي إنسان أي شخص في المجتمع إلى مثلا جاء شي موقف وكان محتاج فيه أنه يرد شي تصرف أو يرد شي فعل يكون عنده رد فعل غير لائق، يتفكر أولا قبل ما يدير هذا رد الفعل، يتفكر بأنه هذاك الفعل وهذاك الموقف غيبقى تاريخي، وأن هذاك الفعل وهذاك التصرف هو كيبقى منتسب إلى التاريخ وإلى المجتمع، إلى تاريخ المجتمع ماشي غيره هو. فإذا التصرفات ديالنا ماشي ملك لأنفسنا فقط، وإنما هي ملك للمجتمع. فإذا ملي تشوف مثلا شي إنسان تار الغضب ديالك أو لا يعني العصبية ديالك أو لا مثلا شي واحد محتاج شي مساعدة وما ساعدتي شيء أو لكذا، عرف بأنه كين مراك، كين أطفال، كين مراهقين، كين شباب، كين ناس اللي ممكن أنهم يديروا يتمثلوا نفس التصرف ديالك. فاختار إما أن هذا التصرف ديالك يكون فيه خير ويكون طبيعة الحال هو قدوة الآخرين وتبقى تأخذ الأجر ديال الناس كامل اللي داروا بحالك إلى يوم الدين، أو لا قدر الله دير شي تصرف لغير لائق وكل شي الناس اللي داروا بحالك غتبقى تأخذ الوزر ديالهم إلى يوم الدين. هذا بنص الحديث النبوي. فإذا هنايا كل إنسان يكون مسؤول على تصرفاته. والله العظيم إحنا محتاجين أنه ترجع هذيك الحس اللي كان عندنا زمان، كان في الحومة، كان مع الجيران، كان مع الناس ديال زمان، اللي كل شيء يهز مسؤولية التربية. ما يمكنش يدوزوا في الشارع ويشوفوا شيء تصرف غير لائق من الأطفال ولا مراهقين ولا شباب ويدوزوا بلا ما يستنكروا أو بلا ما يقولوا شيء كلمة مزيانة أو بلا ما ينصحوا. يعني كان سبحان الله حتى إلا شافوا أو لا سمعوا شيء حاجة قالت في الشارع كل شيء سيوقف، على الأقل سيدوز هكذا وسيدور فيه وتيشوف. إذن هنا هذاك المراهق ولا هذاك الطفل كيعرف بأنه عليه واحد الرقابة، رقابة المجتمع كله اللي متحمل ديك المسؤولية. لكن أرجع وأقول بأنه المسؤولية الأولى هي على الأب وعلى الأم، ما يمكنش أننا نوطوها بشي حد آخر قبل من الأب ولا الأم. ولكن جيد جدا أن يكون المجتمع كله متحمل المسؤولية، لأنه إحنا كنا إخوة وكلنا جسد واحد، فإذا بغينا نصلحوا هذا المجتمع هذا. فإذا الصلاح ديال الوليدات والصلاح ديال الأطفال والمراهقين خاص بطبيعة الحال هاد الوالدين يكونوا قدوة. وكيفاش هما يكونوا قدوة؟ على المستوى النفسي، على المستوى التربوي، على المستوى الأخلاقي، على جميع المستويات. كيفاش؟ إذا خصهم هما بنفسهم تربويا يكونوا عندهم قدوة. وشكون هو الأصلح لكل لنا قدوة؟ لا شك بأنه ما يختلفش جوج الناس في أنه الرسول صلى الله عليه وسلم محمد اللي هو قدوة لنا جميعا، وهو اللي كيشكل لنا نموذج ناجح، نموذج الإنسان اللي كان ناجح 100% في كل مجالات حياته.
وهذا بشهادة حتى غير المسلمين، بشهادة الغربيين. فكنلقاو أن مايكل هارت، دكتور مايكل هارت، تيقول لنا في كتابه الخالدون 100 أعظمهم محمد، أعظمهم محمد، تقول لنا إن محمدا كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان موفق بين الأمرين. فإذا هذه الصورة الصحيحة التي لا تخدش في الأذهان هي الصورة اللي ممكن أن نعطيها للآباء ونعطيها للوليدات. أتقول لي وكيفاش أننا نخلي وليداتنا مثلا عندهم هذه الصورة جميلة، هذه الصورة حاضرة في الأذهان، رخصهم تا يكبروا عاد يعرفوا؟ لا أبدا. الصورة الصحيحة والنموذج والقدوة، أنا قلت لكم في البداية ممكن أنها تكون فكرة، وكثير من تصرفات الأطفال المراهقين تلقوها عبارة عن أفكار. علاش كنلقاو الوليدات مثلا تفضلوا صحابهم على والديهم، تفضلوا أنهم يمشيوا مع صحابهم، يجلسوا مع صحابهم أكثر من والديهم، وكيسمعوا لصحابهم أكثر من والديهم؟ علاش؟ لأنه هما تيكونوا في قمة الإعجاب بأفكار اللي شبعت له النفسية ديالو، شبعت له احتياجات العاطفية، شبعت له هذيك القوة اللي بغى يتميز بها، هذاك التقدير اللي ربما ما تلقاش في البيت وتلقاه مع أصحابه. إذا هنا كنفهموا بأنه الإنسان يحتاج إلى قدوة قد تكون فكرة. من خلال إيش؟ فإذا ناخذ مثلا طفل عنده 3 سنوات، من بداية أو لا حتى أقل لازم أننا نربطوا له علاقة طيبة مع القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنك مثلا تجيب قصص تحكي له سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحكي له مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب المواقف له كطفل هو أنه مثلا تجيب نماذج من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، فكتخلق ديك العلاقة العاطفية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال، مثلا تحاول أنك كتلعب معاه، رانتا كتلعب معاه وكتجيب مثلا كتحمله على ظهرك وكتفلى معاه وكتضحك معاه وتتقول له شفتي هاد اللعبة راه لعبها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، مع الحسن والحسين، راه كان النبي صلى الله عليه وسلم تيهزهم على ظهره وكيحملهم وهما مشبكين هكذا يديهم بعضياتهم، يعني بحال ديك بحال أرجوحة فوق ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان تيحملهم وغادي تيضحك معاهم وهما تيضحكوا وهو غادي، وتيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجمال جملكما ونعم العدلان أنتما. فكيشكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيشكر كذلك هادوك الأطفال. فإذا هنا يا صافي هاد الصورة الذهنية والعاطفية صافي تهزات عن الطفل، يعني ترسخات عنده فيها إيش؟ فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم والقدوة الأمثل عليه الصلاة والسلام. كاين مثال آخر اللي هو مثال رائع جدا في تقدير الطفل، يعني المنهج النبوي هو منهج رائع في تقدير الطفل وفي التواصل مع الطفل وفي المحاكاة اللي ممكن ياخذها الطفل من المحيط ديالو ويكون معجب بها وما نلقاوش مشاكل مع وليداتنا في هذا الامر. المثال هو انه كان واحد المره جالس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه اللي هما كبار في السن، وكانوا على الشمال ديالو، في اليمين ديالو كان واحد الغلام، كان طفل يعني دون السن البلوغ، يعني كان في قل من 12 سنه او 13 سنه. فجالسين وهو ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم واحد الكويس وشرب منه، لما شرب منه صلى الله عليه وسلم هو بغى يعطيه اللي جالسين معاه الصحابه رضي الله عنهم باش يشربوا حتى هما، يعني لتبرك به صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب انك تشارك الناس طعامك وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دار بحال هكذا، لقى على اليمين ديالو الغلام، دار بحال هكذا على اليسار، لقى شيوخ كبار ورجال كبار وكذا. هو يدور عند الغلام وقال له أتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ واش بغيتي؟ واش تأذن لي تعطيني الاذن فانني نسبقهم عليك؟ لان كنعرفوا بانه التيامن النبي صلى الله عليه وسلم كان سنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تيسبق لمن يعني عاد باش اليسار. فاحنا اذا نشوف هنايا كان ممكن انه مباشره صلى الله عليه وسلم يجي ويعطيهم يشربوا بلا ما يستشر هذاك الطفل، هذاك غير طفل. فشوف استشر النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاذن، يعني واش تسمح لي؟ اتاذن لي؟ يعني شوف هو قمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التواضع، وقمته صلى الله عليه وسلم في الفكر التربوي الناضج اللي سيعرف بأنه سيشبع حاجة الطفل. شنو جاوبه هذاك الطفل؟ قال له لا. فقال له لا والله لا أحدا. فبغى يكون هو الأول اللي كيشرب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اش كيبين لنا هذا الأمر؟ كيف ما قلت كيبين لنا واحد المجال تربوي، واحد الوعي تربوي كبير عند الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذاك الطفل راه مباشرة لما دار معه النبي صلى الله عليه وسلم هكا وكانت مقصودة منه عليه الصلاة والسلام، هو أنه رسخ عنده المحبة دياله صلى الله عليه وسلم، وغيكون له بالنسبة له هو القدوة. وهذا ما يفتقده كثير من الأطفال المراهقين، حيث ما كيلقوش تقدير عند والديهم، ما يلقوش تقدير عند المحيطين.
إذا نتمنى أننا يعني كاملين ناخذوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم حب النبي وحب آل بيته والقرآن. نخليكم حبيبي المستمعين مع هذا الفاصل، نذكركم بالأرقام 0522-46-72-50 أو 51 أو 52. أنا معكم مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، ناخذ اتصالات ديالكم معنا، نذكركم بالأرقام 0522-46-72-50 أو 51 أو 52، أو لرسلوا رسالة على 50-80 كتبوا ما تخلوا فراغ كتبوا تسألة سيدة النساء ونصيحة أمل على الفيسبوك. معنا عيشة المراشدية. السلام عليكم. ولله عليكم السلام ورحمة الله. لله أمال، تبارك الله عليك، الله يحفظك. أمين. لله بارك الله فيك. الله يحفظك. لله أمال، عندي بزاف وكنقول فوقاش تصلي هاد الوقت باش نسمعك. الله أكبر، الله يبارك فيك عيشة، الله يكبر بيك. صحيحتك والوالدة يا ربي. أمين بزاف. ربي يخليك لله عيشة وأنت كذلك. اللهم أمين. ربي يخليك أختي، بارك الله فيك. أنا زوجة الحمد لله، مولاد وبنات الحمد لله، مرة كبيرة تبارك الله. ومن الجوج ديالي بحال في الخوف، بديت كنخاف بزاف، كما إلا تقلقت واحد في الدراري يكون عين هذا، بقيت خايفة بزاف دابا أنا يعني، وما يجينيش النعاس شي مرة كنت تقلق ما عارف شنو هذا الشيء عندي. هذا الشيء من زمان ولا لا؟ لا 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 لا، ملي مات المرحوم. دابا عايشو شي واحد غير تقلق شويه ولا كيطير لي النعاس. ما عارفه شنو هاد الشيء عندي. الكبيره شحال عنده ولا لا عايشه؟ تبارك الله، الكبيره عندها 45 عام. ما شاء الله. ايوا مناش خايفه مازال؟ لا لا، عين هاد الشيء بحافيا ما نعرف. اي دابا لا عايشه انت غير بحال حسيتي بزياده المسؤوليه من خلال يعني من بعد ما توفى المرحوم. يعني بحال انتي بغيتي تعمري بلاصتو، فهذيك القدرات ديال كلها بغيتي تضاعفيها، بغيتي تبداي تحسي براسك راكي انتي ام واب في نفس الوقت. اي يمكن دابا انا كنشوف غير شي واحد تقلق فيهم، صافي انا كنتقلق كيطير لي النعاس. وحتى مساله الحمايه، ما كتحسيش براسك بحال شويه الحمايه ديالك نقصات او الامن ديالك نقص او كذا؟ لا بحال زعما يعني من جهه المرحوم، بحال ملي هو توفى انت حسيتي بفراغ، حسيتي شويه ديال الامن ما بقاش؟ هاي لا لا، الدنيا هانيه الحمد لله، من جهه الامن الساري عندي مرضيين كيبغيوني الحمد لله. ما عندي حتى شي حاجه زعما ماشي الخاص، كل شيء موفرين عليه الحمد لله. الحمد لله. انا هذا الخوف ما عرف منين جاني، دابا كنخاف يمشيو يتخاصموا، نخاف كل شيء. باغي ملي تيكون الجمع يبقى الجمع كيما كان ونبقاو كيما كنا. كيفاش كانت علاقتهم لا عيشه مع الوالد ديالهم؟ انا لا، داك الشيء اللي بغاو المسكين ما دايرين له خاطرو اي حاجه، راه يديروها له. يعني كانت الحمد لله علاقه مزيانه. لا علاقه مزيانه. لا لا لا، هو الله يرحمه، الله يرحمه. عمرنا الحمد لله ما تخاصمنا، عمرنا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، 40 عام مش مزوجين، وعمر شي حاجه ما وقعت بيناتنا الحمد لله. الله يعطيكم الصحه. الله يطول عمرك. الحمد لله مشى بخير، راضي عليا وراضي. الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى. انا هذا الشيء اللي وقع لي يعني عائشة دابا كنخاف. كنخاف. عندك من عام؟ انا لله زيدة في 52. تبارك الله. زيدة في 52، الله يطول عمرك. السلام عليك. كتحاولي ديري شي حاجة يعني كتخرجي شوية في العشية؟ لا نخرج الحمد لله، لوليداتي حدايا، نمشي للجامع، ما عندي حتى شي مشكل، ما خاصني والو، عندي المساعدة في الدار، أنا شي حاجة اللي خاصني الحمد لله. ولكن أنا من جهة باغية نيت الدراري يبقاو خاوة وهما خاوة، ولكن كنخاف من بعد، كنخاف. لله عيشة. نعم لله. ما عندك مناش تخافي. الله يطول عمرك. شوفي، خذي يقينا واحد الامر بان الله سبحانه وتعالى راه هو اللي تيحمينا، وهو اللي قادر بينا، وهو اللي قادر يرزقنا الامن والامان سبحانه وتعالى، وهو عز وجل اللي تيوقف معنا في اي موقف من المواقف. اذا الى حسيتي لله عائشه بهذا الامر هذا، ودخل قلبك وتغلغل في قلبك مزيان، وتوكلتي على سيدي ربي، يعني الحمد لله المعطيات اللي كاينه راها معطيات مزيانه، علاقتك وليداتك مزيانه، علاقتهم مع بعضهم مزيانه. الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم بارك،
الله يكمل. الحمد لله في الليل ندير قيام الليل نصلي مزيان الحمد لله. ولكن هذا الخوف فيا دابا علما اللي مات هذه عامين اللي وقع لي. شفتي مثلا موقف طرا بيناتهم تخاصموا شي مره وبقيتي مخيفه؟ لا 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 علا عيل داك الشيء كيجيب لي الله يعني كتهيئ لك وصافي غير انت خايفه وخلاص. شوفي لالا هذا الحرص ديالك يعني الكبير على العلاقه الطيبه مع وليداتك راها مزيانه، ولكن ما تكونش مبالغ فيها. الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، فاذا لما كنوليو خايفين 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 بزاف ومركزين على تفكيرنا في شي حاجه راه ستولي هي مصدر الاداية ماشي مصدر ديال الراحه. انت يا لالا عائشه الا شغلتي بالك وشغلتي وقتك وشغلتي قلبك وتفكيرك بشي امور اخرى من غير وليداتك راه غترتاحي، غتحيد عليك هذا الخوف. لانه شنو هو الخوف؟ الخوف هو واحد الحاجه اللي كنبقاو مركزين عليها بزاف وكنعتبروها مصدر ازعاج، راها كتقلقنا وكنبقاو نخمو فيها ونفكروا فيها وكنضخموها. ربما يكون خوف يعني بسيط من شي حاجه وحنا كنضخموها في عقلنا وتنعطيوها مساحه كبيره في التفكير، فكتولي مسيطره لنا على تفكيرنا حتى كيستجب حتى الجسم، كتولي واحد الرجفه، تيولي خفقان القلب، تيولي ممكن انسان ما ينعش مزيان بالليل، تيولي علاش؟ حيت خايف من واحد الفكره وهي غير فكره وهميه، فكره وهميه. اذا اول شيء بطبيعه الحال انت غتحافظي على الاذكار ولكن بهذه النيه لالا بانه اعتبري هذه وسواس جاك وخصك تخلصي منه. اذا اكثري من قراءه سوره الناس ياك. الامر الاخر هو انه لالا عيشه خصك تعمري الفراغ اكثر، ما يكفيش انه مثلا غير في العشيه تمشي غير المسجد او لا تمشي غير، لا حاولي ديري شي افكار جديده، حاولي شي امور استجديها في حياتك. الحمد لله الوليدات كبروا، هذه فرصه بانه مثلا انت تزيدي تعلمي شي حويجات، ممكن تعلمي تزيدي تعلمي خياطه، ممكن تعلمي طرز، ممكن تعلمي بزاف الامور، ممكن انت تعلمي شي علم العلوم وتعلميه للبنيات والوليدات. ديري واحد الجلسه حتى مع وليداتك ومثلا وتناقشوا شي موضوع من المواضيع، فهذا كيخليك انك كتنشغلي وكتفيدي في نفس الوقت، وبنفس الوقت تحيد منك ديك الافكار السلبيه وديك التخوف ديك التخوف. ثم هذا كيدل على انه عندك واحد العاطفه جياشه، عندك واحد المجال عاطفي كبير اللي خصك فين تحطيه. انا كنصحك تمشي تخدمي مع شي جمعيه من الجمعيات عندكم في منطقه الرشيديه، وتشوفي داك الحنان اللي عندك فائض تعطيه مثلا وليدات الايتام، زوروهم مثلا ولو غير مره في الاسبوع، تديروا لهم واحد الطريحه ديال المسمن والبغرير والحليوات، وهي مناسبه ديال المولد النبوي يعني تذكروهم وتمشيو وتفكروهم، وتحاولي ديك الحنان اللي عندك فائض تعطيه لهذوك الوليدات، يعني تعنقيهم تبوسيهم تغسلوا لهم حويجاتهم، تحاولوا انكم تدخلوا لهم الفرحه على قلوبهم، فهذا اعظم شيء. فاذا الا مشيتي في هذا الاتجاه انت بهذا التخوف هذا اللي هو انت قلتي تخوف، وهو في نفس الوقت عنده عبارات اخرى، هو حنان زائد، هو رغبه في الاستقرار اكثر، هو يعني بحال واحد الاختلال داخلي عندك في الاستقرار. وان كان انت كيبان لك بان الامور راها طيبه ومزيانه وكذا، نعم، ولكن داخليا عندك شي حاجه، عندك شي حاجه اللي خصها تبان، نخرجوها من الداخل ونحطوها قدامنا، ولما نشغلوا نفوسنا بامور ونعبروا عليها على ديك الامور اللي عندنا في ذاتنا نعبروا عليها في الواقع، غادي تطمئني وغادي يحيد منك هذا الخوف. ثم الامر كتفوضيه ديما الله سبحانه وتعالى، ودائما الحب لله سبحانه وتعالى وكيفاش اننا كنشوفوا الامور هو اللي تخلينا مرتاحين ومطمئنين. اذا قولي افوض امري الى الله، اللهم اني قد اوكلتك يعني حال ابنائي او لمحبه ابنائي، فطمئن قلبي مثلا. اذا بهذا الشكل، هذا الدعاء بهذا الشكل. شو سبحان الله، الدعاء فيه استجابه من الله تعالى لانه هو القادر ولانه هو كيستجب لنا سبحانه وتعالى، ودعوني استجب لكم. ثم فيه واحد الامر اخر هو انه عباره عن فكره تتردد وفكره كتبقى تعاود عند الانسان فكتنطبع في النفس، وكيولي جميع التفاعلات لا الكيميائيه لا النفسيه لا كذا كتولي مطابقه، وكتحاول ما امكن انه تمشي في ذاك المسار اللي الانسان بغى يمشي فيه، في ديك الفكره اللي كيطلبها كيمشي ليها كيلقى راسو غادي ليها. اذا غير شغلي راسك لله، ديري شويه ديال الرياضه حتى هي، لانه ممكن عندك طاقه زائده باقا تبارك الله ما شاء الله، راه يعني الحمد لله باقا كتمتعي الحمد لله بصحه جيده وبفكر راقي وبنفس طيبه. فاذا هنايا عندك واحد الطاقه، ما نخليوش الطاقه السلبيه تبقى حاضره عندنا في نفوسنا، اذا نفرغيها من خلال الرياضه، من خلال كيف ما قلت لك اعطاء الاحاسيس والحنان للاخرين اللي محتاجينه. اما وليداتك دابا تعطيهم بالقدر. ثم ديروا واحد المجمع ديال الضحك، ديري شوفي شي صديقات اللي شويه دخلوك في مجال ديال المرح
ديال الضحك يعني أنت محتاجة في هذه الفترة هذه إلى يعني ما يفرح القلب، فاحنا محتاجين والله العظيم أن يكسرت علينا المآسي وعلى الأمة الإسلامية، صلى الله تعالى أنه يفرج على إخواننا في حلب وفي فلسطين وفي سوريا وجميع المواقع كذلك. يعني هذا الأمر كيحز في نفوسنا، ولكن مع ذلك نملك الدعاء، نملك يعني كذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وما ننسوا شيء بأنه النفس البشرية تحتاج إلى ترويح وإلى تنفيس من خلال أن الإنسان يضحك شوية مع وليداته ويضحك مع المحيط دياله، يخلق المتعة والمداعبة ويخلق هذيك الجو الجميل. فكحنا محتاجينه لأن هذه النفس البشرية بهذا الشكل. هذا الله يوفقك للعيشة. معنا أم محمد من الدار البيضاء. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم أم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله. بارك الله فيك لله. بغيت الدكتور آمل الله يخليك. معك لله، أنت على المباشر الآن معنا لله. الله يجازك بخير على هذه البرامج اللي كديرينها. الله يبارك فيك. يوميا كنبغي نعيط لك. الله يحمي الوالدين، عندي مشكلة مع راجلي واقفة على الطلاق. الله أكبر. ولكن بغيت نعود لك. دابا هو متقاعد وجالس معايا دائما، دابا حتى البرامج ما كيخلينيش نتصنت عليهم. علاش؟ لا ما كيبغيش، كيقول يا داكشي ما كتعلمي من ما هذا الدكتور قريبا هذا سميتو هذا من راه دائما. لا اله الا الله. قول له تقول لكم غير الخير. والو الله يودي عن من مشى عند دكتور قريبان من اطيب خلق الله. شوف انا يا ما كنديروا الراديو حتى الحد داكشي كيقول حيد عليا داكشي حيد داكشي ما كنبغيش. دابا الله يجازيك بالخير الا ما عطاني النمره ديالك نعيط. دابا هو كيكون معايا ما كنقدرش كاع نعيط. واخا لا الله يجازيك بخير. مرحبا. انا غير صيفط لي رساله الله يكرمك. فين صيفطها لك اختي؟ يعني في البورطابل النيميرو اللي غنعطيك. واخا لا ندوزك لله عند الله سميحه. واخا لا. مرحبا. معانا الله فدوى من أكادير. السلام عليكم. ألو السلام عليكم الله فدوى. ألو الله فدوى معانا. للأسف قطع الخط. معانا الله زهور من مكناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا أمل. أهلا وسهلا. مرحبا الله زهور. الله يبارك فيك أحبيبتي. بارك الله فيك. الله يبارك فيك علينا وعليك إن شاء الله. يا ربي أمين. إحنا وياكم إن شاء الله. بغيت نعاود لك شي حاجة الله يجازيك. إيه مرحبا تفضلي. أنا كنت موظفة واحد المدينة من غير مكناس. إيه. كنت عايشة في ذاك الوسط ديال الموظفين وموظفات ديال الصحة. أها. الضحك والكجمة وهذا. كنت بخير وعلى خير. إيوا. اللي قبل التقاعد نسبي. عاد الزوج ديالي قبل التقاعد قلنا راه نقربوا للعائله. ملي قربت للعائله قربت لجهنم. لا 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 حول ولا قوه الا بالله. عائلتك ولا عائلته؟ لا عائلته. كنت كنمشي كونجي كنت كنشوف واحد لوجه. ايوا. ملي جينا تقربنا بنادم ما فهمتش الا لبستي غير شي حويجه جديده وزوينه. اي هاي هاي هكذا هكذا مال كنتي على هاد الشيء مال كنتي على هاد الضايع واش تتشموهم يا لله واش تصرفي عليا. المهم بقيت في داك التطاحن وداك الشيء. بغيت ندير العرس لبنتي والبعض منهم ما حضرش. ما حضروش ما نعرفش داك الشيء عقليه ديالهم. وهذا سميتو. ودابا حتى الله حتى جاني السكر. حتى جاني السكر زعما دابا كنعاني من السكر. كندير الدواء وكندير هذا الحمد لله ونشكر الله يبارك فيك الحبيبه. وندمت على فاش جيت كاع. ولكن علاش مشيتوا انتم لزهور؟ ما فهمتش انا. خديتوا التقاعد ومشيتوا لمدينه اخرى ياك؟ مشيتوا لمدينه قربتوا لعائلته. علاش؟ شنو الغايه؟ ايوا هذا هو الغلط اللي ارتكبنا. لا بلاتي لزهور، يعني في الاول شنو كانوا عاجبينك؟ انت عشقتي انك تمشي تسكني حداهم ولا كيفاش؟ اييه مع كاين ايوا قلنا صافي حيت نجيو كونجي تيكون واحد التصرف ما زعما صافي تتقولي هادو اللي غادي ملي جينا شفنا الوجه الاخر. بنادم ولا تيحسدك غير لابستي شي حويجه ولا زدتي. لكن بلاتي لازهر انتوما ساكنين معاهم في نفس الدار؟ لا. ايوا صافي. ايوا اذا المشكل محلول. محلول ولكن تيبقاو ملي تيمشي كيقول لي واخا ما تمشيش عنده وانا نمشي. الزوج وملي تيجي بحال تيتعمر شويه تنوض الصراعات اللي ما عمر كنا كنديرو في حياتنا في خارج انا عيان صبرت انا عيان هذا سميتو وبقيت بشي كلام وبشي هذا. فمرت
فمرت زعما واحد لا لا زهور حاولوا تفادوا هذه الامور هذه، يعني الزياره تكون بالنسبه لك انت بالخصوص، يعني ولدهم الله يعاونهم معاه، ولكن بالنسبه لك انت تكون زياره زور وغب، يعني زياره اللي فيها اوقات محدده وانت عرفتي طريقتهم، عرفتي التصور ديالهم، وعرفتي الافكار ديالهم، الا النهار تكوني غاده عندهم لبسي عادي جدا، لانه راه في النفس ما في النفس، يعني ممكن شوف باش نحسنوا الظن بالناس، ممكن هما يكون عندهم واحد حسن الظن، بمعنى تيقولوا تعتبروا هما هذيك الطريقه هي تبدير، كل واحد تشوفوا كل مره بلبسه كل مره بلبسه، فبالنسبه لهم هذاك تبدير، فاذا هما كينطلقوا من نفوسهم، كاين اللي عند الناس واحد الطريقه معينه في الانفاق او لا في هذا او لا في هذا، فكيشوف ربما هما بالنسبه لهم هذاك راه تبدير، فكينصحوك يعني ناخذوها من هذا الباب. اذا انت يا لالا باش تكوني متفاديه هذه الامور هذه، نهار اللي تمشي عندهم لبسي جد عادي، لبسي بالطريقه اللي تيلبسوا هما، فاذا تفادي هذا الاشكال هذا. الا كانت شي مشاحنه اخرى حاولوا ما تدخلوش فيها اطلاقا، فتعلموا بانه تكون عندكم استقلاليه ديال ذاتكم، استقلاليه ديال الاسره ديالكم، استقلاليه ديال العيش، ما عمركم ما تقولوا اسراركم للاخر، انتم ماشي مطالبين ايا كانت يعني الاسره ديالكم من جهه الزوجه او من جهه الزوج، ماشي مطالبين بان اسراركم انتم تقولوها للاخرين، يعني ما تقوليش لا هذه راه غير مي، هذه مثلا هو يقول هذه غير مي، هذا يعني كتقدر تكون شوف خوالج النفس، تقدر تكون غيره، يقدر يكون لا قدر الله حسد، تقدر يكون بعض المرات يعني غير يعني مثلا غير جات شي لفظ هكذاك، فالاخر اللي ما كيكونش من نفس الاسره كيقدر يتقلق، مثلا انت قالوا لك شي حاجه غير بالضحك تقدري تقلقي، فاذا الانسان يحاول يحفظ واحد النوع ديال العلاقه اللي هي طيبه ويصبر، ثم انتم جعلتوا بانه ربطتوا السعاده ديالكم بانكم تكونوا حدا دوك الناس، وهنا خاب الظن ديالكم، وهذا خطا في التصور، عمرك ما تربط سعادتك باخرين، لانه اي انسان ممكن انه يتبدل وتغير، فهنايا حافظوا على الاستقلاليه ديالكم، ديروا واحد برنامج لا مستقل، ماشي مهم ان طرا هذا الشيء، هذا الشيء كنعتبروه من الماضي، واي حاجه تقدر توقع وإنسان خصو يتجاوزها، لازم أنك تجاوزوها، ولو طرات خلافات بيناتكم اللي قلتي اللي عمرها ما طرات، ماشي إشكال، اللي مهم هو الحاضر والمستقبل، غادي تصحوا المسار ديالكم ديال المستقبل، غادي تحاولوا أنكم ديروا واحد برنامج أنتم دابا تفرغتوا، يعني خديتوا التقاعد النسبي، ساداتكم، صحتكم لله، إذا هنايا غادي تحاولوا ما أمكن أنه ديروا واحد البرنامج اللي تشغلوا به نفوسكم، ما تبقاوش كيف سنقولوا بين قوسين خطيبيطي خطيبيطي، هذيك خطيبيطي أحيانا تخلق مشاكل صراحة، فإذا يمشي عندهم ولكن رجلك ملي يمشي ويجي أولا ما تسوليه شنو دار بيناتهم، ثانيا الى بالك انه مقلق ولا كذا حاولي انت تقربي منه، تبقي الصوره ديالك انه تيجي هو من بعد داك الشحن اللي تيوقع احيانا من اخواته او من الام ديالو، حاولي ما امكن انك تعطي صوره اخرى، اصبري صبري الله يكرمك لله، تعطي واحد الصوره اللي هي جميله في هذيك يعني في الدار، باش هو ينسى هذيك المؤثرات الخارجيه، حين للاسف بعض الرجال ما تيعرفوش انهم يفصلوا بين علاقتهم مع اهلهم وبين العلاقه الزوجيه، او لما تعرفوش يفصلوا حتى بين مشاكل ديال العمل ومشاكل ديال الاسره، فاذا تيجي هو داخل من الخدمه وباقي عنده مشاكل ديال الخدمه في راسه كدور، ما عرفش انه يفصل، في حين انه الا خدينا المنهج النبوي، المنهج النبوي كيفاش كان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كيجي من السفر تيصلي جوج الركعات وكيرتاح في المسجد عاد تيدخل، يعني تيحيد ديك الشحنه السلبيه وديك التوتر ربما حتى ديك التعب اللي تيكون، تيخليه موراه عاد كيستعد وكيدخل بنفسيه جديده للبيت، اولا مثلا كان تيديرها النبي صلى الله عليه وسلم لما تيكون خارج اولا كذا اولا كذا، فاذا اللي يحاول ديما الزوج ولا اي شخص دخل من برا يحاول يصلي جوج الركعات ويرتاح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتنفس تنفس عميق، ويحاول يستحضر جميع الافكار الجماليه والايجابيه اللي كاينه في البيت، انا ذاك عادي يتصرف، عادي يهضر مع الاخر، عادة باش الاخر حتى هو يفهم لما كيدخل واحد من الزنقه، عمرك ما تبادروا مباشره بالهضره، اذا غير اليات بسيطه لالا ممكن انكم تمارسوها، وممكن انها تخلق لكم السعاده، ما تندميش على انكم مشيتوا لهذا المكان هذا، خلي غير العلاقه طيبه، كوني مؤثره اكثر من انك تكوني متاثره، وبالتوفيق يعني ان شاء الله تعالى. معنا لالا سميره من الدار البيضاء، السلام عليكم. السلام عليكم دكتوره، اهلا وسهلا لالا سميره، مرحبا. الله يخليك لالا سميره، لا منقص الراديو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا بزاف دكتوره امال. الله يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك لالا سميره، مرحبا بك.
كيفاش هذيك متوترة بزاف حيت ما عمرني أول مرة كنتصل بكم. مرحبا بك. أنا أم لست أطفال. وما كذبش عليك أنا متزوجة هذا الشيء تقريبا 8 سنين. وهذه 7 سنين ودابا وليت كنشوف راسي ما بقيتش كنقدر عندي مشكل مع الزوج ديالي. مؤخرا وليت كنطلب الطلاق بزاف وليت كنفكر نعيش انا وولادي بوحدي. يعني وليت كنحس براسي ما بقيتش مرتاحه وما بقيتش قادر نصبر مازال. علاش؟ يعني مده 7 سنين وانا كنحس براسي كنصبر كل نهار كنصبر كل نهار انا اللي تنعطي ديما تنعطي 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 كندير كاع دوك كاع داكشي اللي كتقولوا عليا كنجلس للراديو تنصنت الاستاذ الدريبي الكره يبان ليك الدكتوره ما خليت ما درت معاه الزوج باش نرضيه باش نكون يعني باش مالوش ما عنده ولكن داكشي هادو كيزيد شنقول لك عنده شنقول لك هذه 7 سنين وحنايا نفس المشاكل يعني ولاو اصدقاء السوء ولا يخرج ما تيجيش ما يباتش في الدار يمشي يسافر لك بيومين ثلاث ايام في التليفون الله ما تيجاوبش يقول يجي يقول لك انا حر انا راجل ندير اللي بغيت ياك ومع ان انني انا ما خصني ندير حتى شي حاجه ما خصنيش نخرج ممنوع عليا نخرج ممنوع عليا يجوا عندي صحاباتي ممنوع عليا انني ديك الاساليب المتعه اللي كتقولوا خاصها تكون في الحياه اليوميه انا ممنوعه عليا يقول انا ندير اللي بغيت وانت ما ديريش اللي بغيتي انا هكا يعني انا مفروض عليا خاصني نطيب ونجو بحال شي بقره يعني نطيب لا حاجه حاجه لا ما تقوليش على راسك هكا هكا ربي يكرمك سبحانه وتعالى نعم فهمت راسي خصني غير ندير وظائف اليوميه ديالتي الدار ونجمع ما خداماش لله ما كتخدميش انا شي لا ما خداماش لا ما خلانيش هو كان الشرط ديالو الاساسي النهار الاول انني ما نخدمش انا ما نفقت قلت كاين واخا ماشي مشكل ولكن قلت زعما غنربي ولادي وما يمكن ندير لاصال ندير شي حوايج غير هذا لا حتى هذا الشيء ممنوع اي حاجه كنقول لك من الاول لا سميره من الاول من النهار الاول ولا من الاول وحنا لا النهار الاول كانت اول عام زواج واللي بحال تقولي ديك 7 ايام في الباكور سالات اول عام زواج دخلني ترينيت دخلني واحد ليكول ديال الخياطه درت داك الشيء اللي زعما كان من بعد من اول حمل ليا صافي من ولدت كيقول لي لا الدري صغير ما كاينش اللي يقابلو ما كاينش عليه لا لا سميره الله يعطيك الستر تبقي معنا عندنا واحد الفاصل ونرجعوا معك ان شاء الله ورجعنا معكم مستمعي الكرام معنا لاله سميره نعم دكتوره انا مرحبا لاله سميره تفضلي كيف قلت لك اول عام زواج كنت درت هذا الشيء اللي كنت يلا دخلت ترينيت ودخلني واحد ليكول الخياطه كنت كنساجم ولكن اون فوا كي حملت ولدت كيقول لي كيجيب لي سبب الدراري ما كاينش اللي غيقابل لك الدري ما يمكنش نخليو الدري مع شي حد مع انني ساكنه يعني حدا الام ديالو يعني فوق مني نفس المنزل ولكن لا تيقول لك لا انا انت اللي تقابلي الدري انت اللي هادي يعني من ديما كيدير لي شي سبب باش انا ما نخرجش اييه صافي بقات هكا كنقول لي تيكبروا الدراري حتى يكبر ودخليه مثلا لاكريش ولا هذا وحد ديك الساعه كملي داكشي اللي بغيتي صدقت انا من هكاك دازت واحد العامين على ما الدري صافي غندخلوا يقراو داك الشيء وغندير داك الشيء اللي بغيت صدقت حملت مره اخرى ماشي كانت باراده ديالتي يعني راسي حامل يعني وليت بحال عاودت ازيرو عاودتاني بديت كنعاود نرب التربيه ونفس المشكل عاودتاني يعني ولا السيد صافي ولا فني ديك في الدار ومقابله الدراري وداك الدور فين اللي نبغي نهضر على حقي لا خاصني نخرج خاصني ندير وهو المشكل مين يخرجك هو هاد الشيء اللي بغيت نسولك واش بعدا تخرجي انت وياه هذا هو المشكل ما نسافروا مجموعين ما نخرجوا مجموعين ما يخرجك ما يخليك دائما اغلبيه خاصني الا بغيت نخرج كيف نقول لك نقول عليها واحد شهرين ولا ثلاث شهور لا من غير تخرجي انت يعني انت وياه مثلا سفر انت وياه او من المستحيلات قلت لك خاصني تنهوت ونهضر ونقر يعني حتى كنولي ممله وخارجين وخارجين وحنا واش شتي انا درت خاطرك انا درت يعني كتحسي براسك خارجو بحال غير دير واحد المهمه بحال غير تفك منها واش من السبب لاله سميره لاله سميره يعني واش كتحسي بانه عنده ارتباط من البدايه عنده ارتباط بعلاقات او بصحابه او دابا هو النوع ديال الخدمه ديالته يعني داك الشيء الكوميرس كيتلاقى مع الناس بزاف كيخرج مع الناس بزاف خاصو يجلس معاهم في القهوه خاصو يظهر معاهم خاصو يخرج يسافر دابا هو من داك الشيء زاد لك شي بزاف يعني مثلا لما تخطبتو ما درستيش هاد الامور هادي
ما شفتيش اللي هضرتوا للمرأة كيفاش دايرة؟ واش هضرتوا كيفاش دايرة؟ عرفتي دكتورة أمل هاد الشيء كله قبل ما نتزوجو، حنا حكم تزوجنا زواج تقليدي وخالتي كنا كنتهضرو في التليفون، يعني أنا ما كنتش كنهضر معاه في التخربيق، كنت كنهضر معاه ديما في المسائل اللي بحال هاد الشيء المهمين. أييه كان ديما تيقول لي اتفقنا على كل شيء، كل شيء كيقول لي واخا، ملي كنقول لي دابا علاش كنتي كتوعدني وكتقول لي ندير لك، كيقول لي وقت غير كنكذب عليك تنطيحك في الشبكة. حتى تجي للدار وتولفي، كنت غير كنقول لك بحال كنهدك زعما بحال على ما تولفي الزواج وعلى ما نولفك وتغرقي بالولاد، وعاد ديك الساعة نقلب معاك زعما الحقيقة، كنت غير ندير الخطر على ما تولفي. ما سولتيش عليها لالا سميرة تصرفاته مع الناس، وفاء بالعهد، القيمة الوفاء العهد عنده كيفاش يعني؟ بالحكم انا في مدينة، هو كان في مدينة، وغير واحد السيدة من العائلة هي اللي قالت لنا عليه، يعني راه كيبان ليها غير داك المنظر الخارجي، ما كانش كيبان ليها داك الشيء المتعمق. راك تعرفي راه ما كتقدريش تعرفي بنادم انت كتعيشي معاه، هي كتبان لك شي حويجات وصافي ربما، وهي كانت كيبان ليها غير انسان مزيان وحافظ على الصلاة. عائلته عائلته ولا سميرة؟ دابا حاليا هذا الصورة ما بقى لا كيصلي ولا هذاك كثرت الخروج والسهر، ولو كيجيني مكالمات تليفونيه مره تقول لي شي وحده راه كنت مع راجلك، والمره تقول لي وحده راني مع راجلك، كيجوني الناس كيقولوا لي شفنا مع راجلك مع فنانه، شفنا راجلك شي يقول لي كاريل شي وحده شي يقول لي. هضرتي معاه في الامر؟ ها هضرتي معاه؟ انا ديما كيف كتقولوا كتقولوا من الناس اللي كنقول هذاك الشيء ديما اش كندير؟ كنبقى ديما نقول ليه شي انا كنثق فيك انا نصرى، يعني كنحاول نخلي الضمير ديالو يعذبو، كنبقى نقول يعني ما كنبغيش نجي ديغاك، كنقول يجي ديغاك يقول لي واه انت عرفتي هو من بعد، يعني واخا كنت كنشوف شي حوايج في التليفون لالا سميرة. نعم انت راسك ديما ما عارفاش. اي فهمت. الطفولة ديالو المراهقة ديالو كيفاش كانت؟ طفولته مراهقته كيفاش كانت؟ انا كدكتورة عايش في واحد الأسرة، أنا حتى جيت عشت معاهم عاد عرفت، كان الأم والأب ديالو ويعني عايشين واحد العيشة شنقول لك، يعني ديك قلتي الجيل المعطوب ديال القصوى ديال هذا كبروا في هذاك الجو. دابا هو فين كنهضر معاك كيقول لي وحمدي الله وشكريه راكي واكله شاربه، انا ماما راه كانت كتخرج وتخدم وتجيب لينا، وبابا راه ما تيصرفش عليها ما تيديرش، انت حمدي الله وشكريه حنا انا كنصرف وكندير يعني ديما واخد ليكزومبل ديال والديه كيجيب لي الله وراه داير شي حاجه وراه مزيان. شي كيقول لا يعني شوف لالا سميرة فهمت الوضع، فهمت هاك مش عليك دكتورة، وداك الشيء كيزيد بزاف كل نهار، ومن طلبت منه الطلاق ما بغاش، قال لي انا ما نقدرش نعيش ولادي بعادين عليا، انا من انا ما تخرجيش ولادي زعما من انا ما يمكنش، واش انا ما كتحس بيا ما كتعطيني عاطفة ما كتعطيني حتى شي حاجة، انا ما يمكنش انا كيفاش نبقى انا عايشة في هاد الدار غير نوكل لك ونشرب لك ونقاد لك وندير المسائل الواجبات ديالي، وانا فين انا فين الانوثة ديالتي فين فين هاد الشيء كله؟ يعني حتى كنبقى نغوت ويدير لي خاطري واحد النهار يخرجني بحال يسكتني ويرجع لنفس الاصل، نفس الخروج السهرات نفس. خصك ديري معاه برنامج لالا سميرة، يعني وقفه جديه اللي تكوني مساندة فيها من طرف شي واحد من عائلتك او لا شي صديق ديالو هو مثلا، او لا شي انسان اللي يكون عنده واحد الوزن، واحد الوزن على الاقل الا هو ما كيعترفش ب ما نقولش بقيمة المرأة او لا بقيمة يعني المسؤولية او لا كذا، على الاقل يلتزم شي امور اللي هي بسيطة اللي ضروري خصو يلتزم فيها. السيدي انت بغيتي تعيش حياتك غتعيشها، يعني مرحليا غادي نخليو ليه واحد المرحله ولا واحد المساحه ديال الحريه ياك، ولكن يعني في المقابل يدير مسؤوليات تجاه الزوجه. الزوجه نعم قايمه بالواجبات ديالها، تربيه الابناء رعايه الابناء، ولكن فين هو الدور ديالو هو؟ فين هو الحضور ديالو هو مثلا في البيت؟ فين هو الحضور مع وليداته؟ فين هو الاشباع الرغبات ديال الزوجه ديالو من حيث العاطفه، من حيث الحنان، من حيث المتعه، من حيث الفرحه، من حيث فين هو الواجب؟ واش الواجب ديال الزوج هو انه يحط الفلوس ويزيد بحاله؟ لا حول ولا قوه. دابا اذا السيد يعني راجلك عنده واحد المفاهيم مغلوطه 100% على الزواج، على دور المراه، على انه وهو عنده واحد الترسبات لالا نفسيه قديمه اللي خصها تعالج، وعنده اختلالات في التفكير بمعنى المقاييس ديال التفكير والنظره للامور عنده ماشي هي هذيك، هادشي كله خصو يتصلح. الا عنده رغبه بانه يجلس مع الناس اللي هما بعقلهم اللي هما غيعطيوه المفاهيم الصحيحه وممكن انه يتغير وعنده رغبه في التغيير مرحبا، ما كان شيء
اذا بطبيعه الحال غادي ديري واحد الهزه، خصك ضروري ما توقفي وديري هزه وقلت لك انك تكوني مسانده، مسانده بانه طلبي شنو الحويجات اللي بغيتي كامله وثم يلتزم بها مرحبا، ما بغاش يلتزم بها انا داك كندوزو المراحل الاخرى اللي فيها مثلا ديال التواصل انت وياه على مستوى مختص، اذا كيستقبلكم مختص كيحاول يعطيكم يعني امور اللي هي عباره عن حلول، يسمع له حتى هو يشوف شنو هي وجهه النظر ديالو، يحاول يصحح معاه وجهه النظر ديالو تجاه مسؤوليته تجاه الاسره. وكذلك هذاك الانفلات شفتي لاله هو دابا راه تيهرب من راسو، هارب من داتو، هارب من راسو، وديك القمع اللي كان عنده في البيت كيبغي يعتبر انه الان حريه وحريه غير مسؤوله، وكيبغي يمشي مع يعني مع الناس ومع كذا بدون انه يجعل واحد الحدود. فاذا هنا للاسف للاسف يعني كتكون هذه المفاهيم مغلوطه عند بعض الرجال، وانه هو اللي عنده الحريه التامه، اما زوجة لا، الدور ديالها هو البيت وكذا. نعم الدور ديال هذا البيت وديال المسؤوليه، ولكن حتى تقوم المسؤوليه ديالك، حتى تقوم برعايه هذيك المسؤوليه ديال الزوجه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وخيركم خيركم لاهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا سبحان الله لما تيكون حاضر الوازع الديني، لما تيكون كذلك المفاهيم صحيحه حاضره، لما حتى التربيه ديال الطفل، علاش كنركزوا على تربيه الطفل والمراهق، لما تنشأ في واحد البيئة سليمة اللي ما فيهاش مشاحنة بين الأب وبالأم كبيرة، اللي ما كيكونش اللي كيكون فيها الاهتمام، اللي ما تيكونش فيها عنف على هذاك الطفل، اللي سنعطيه واحد القيم. الوالدين خصهم يعطيو وليداتهم قيم، قيم اللي تشربوها من الطفولة، لأن هذاك الزوج راه كان طفل وهذيك الزوجة راه كانت طفلة، فإذا حنا كنهيئوا الأسرة من الطفولة وضروري أنهم ياخذوا واحد القيم. إذا لالا أنا اللي نصحك يعني قومي بهاد الأمور اللي قلت لك، ثم ضروري من استشارة بجوج بكم يعني تكونوا حاضرين، اعطيه هذا قبل ما نطلق، اعطيه هذه الفرصه هذه، وحاولي انه تكون عندكم استشاره مع مختصين اللي يساعدوكم في هذا الباب. مرحبا، الله يوفقك ويسر امرك. هادشي اللي غنقول لك. لاله معنا ام ايمن من وجده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله اختي كيرينا بنت. الله يبارك فيك ام ايمن، مرحبا بك. شكرا بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. كيفاش نتعاملوا مع وليداتنا ومع عائلتنا؟ ربي يخليك لاله، ربي يجازيكم بخير. امين لاله، احنا وياكم ان شاء الله. مرحبا اختي، فك بغيت نستشر معك غير على واحد الوليد عنده 8 سنين و 9 سنين، هو دابا في القسم الرابع. النتائج الدراسيه ديالو ما شاء الله مزيانه، ديما من ثلاثه ولا اربعه الاوائل. غير هي بارابور الواجبات اليوميه اللي كتعطى لهم في المدرسه، خاص ضروري هذاك الوليد، ماشي انا اللي نقول له دير شوف واش عندك شي تمارين، واش عندك شي واجبات، جيب نشوف واش عندك شي واجبات ديرهم، عاد داك الساعه يقدر انه يديرهم. في المقابل عنده خوه صغر منه، يلاه دابا العاد في القسم الاول، كتلقيه هو اللي كينوض وكيقلب على الواجبات ديالو، هو اللي تيبحث في داكشي اللي خاصو يدير. اذا هو الكبير على الله؟ نعم هو الكبير؟ هو الكبير، هو الكبير. وكنخدم كيخدم بهذه الطريقه، ولا انا كنخدم معاه بهذه الطريقه ملي كان في البيت الاول. اذا ما عرفتش واش مستمر معاه. نقدروا نقولوا بانه انت ما تحتيلوش الفرصه انه يعتمد على راسه، انت ما عطيتيش الثقه في نفسه. دابا الا كنت درت هذه القضيه انني كنقول هذا النهار انا ما غنقولوش ينوض يخدم التمارين ديالو ولا ما نديرش شنو عنده، يقدر يبقى هكاك ويقدر يمشي غدا ليه بلا ما يديرهم. وصافي، شنو المشكل؟ شنو المشكل ام ايمن؟ انت كتصرع ام ايمن، وكثير من الاباء كيتصرعوا. اعطي المساحه الكافيه لولدك يتحمل مسؤوليته، بمعنى حتى يشوف هو النقطه عنده في القسم ماشي هي هذيك ديال الفرد او ديال خليها لاله، خليه اعطيه المساحه. ماشي وما يمكن انت كتقولي اعطيته فرصه، اش من فرصه ديال نهار يومين ثلاث ايام، ماشي فرصه هذه، خليه الفرصه يشوف النتيجه ديالها. انا ذاك هو غادي يحاول يراجع ذاته ويراجع نفسه. هذا الشيء اللي تنقولي انا، كنقول دابا في القسم الابتدائي راه ربما كنسيطر على الامر، ولكن من بعد كيف غديري؟ اكزاكتومون. اذا اعطيه المساحه، خليه يتحمل مسؤوليته، قول له انت ولدي دابا كبرتي سنين، خليه هو يجي يطلب من عندك يقول لك ماما انا ما فهمتش هذه، اجي شرحيها ليا، ماما انا بغيت مثلا هذا، خليه هو، اعطيه واحد الثقه في نفسه، لانه بمعنى انه راه قادر، انه عنده القدره انه ينجح وانه يجيب نقاط مزيانه وكذا وكذا. انت قلتي يعني هذا الامر حاصل ما شاء الله، ولكن الاشكال فين كاين؟ هو انه انت دائما انت المبادره، حنا هذيك المبادره غتبدي تزوليها بواحد شويه بشويه، حتى تخلي ليه المساحه في انه هو يتحمل مسؤوليته الدراسيه.
تفوق حاصل والنقط كاينين، ولكن هذا الشيء ما غاديش يبقى مستمر، خصك تعوديه انه هو اللي يخدم عقله مزيان، وهو انه ينجز التمارين ديالو، حتى الا وقع ليه مثلا اشكال انا داك يجي عندك يسولك. ثم امر اخر ما تقارنيش، المقارنه غير صائبه في العمليه التربويه. لما كتقارني كتبقي تقارنيها في دماغك اليوم وغدا وبعده، كتولي شي نهار كتجي تصرحي بها. ملي كتصرحي بها وتقول له شوف خوك هنايا حطمتي العمليه التربويه، لان هذيك المقارنه ممكن تخلق مشاحنات مع خوه. ثانيا كيولي عنده هو واحد نقص ثقه في النفس في ذاته، كيولي كيقول انا ما معمرش عين والديا. امر ثاني كيولي تيقول انا فعلا ما قادرش. اذا لاش حنا ندخلوا في هذه الافكار هذه السلبيه نعطيوها لوليداتنا؟ لا، خليك مكبره به، خليك مفتخره بهذيك النقط اللي تيحصل عليها، وخليك عندك واحد المساحه. انت ولدك راه غادي تيكبر، لا ما غاديش تيصغر. خلي المساحه تكون مبتعده بينك وبينه في هذا المجال الدراسي، اي شويه بشويه. مره مره انت سولي قول ولدي شحال جبتي، ما هذا يعني كيف دازت الامور كذا. اما باش تدخلي مباشره كل صباح وليل غادي تنفريه. ما سخيتش بكم حبايبي المستمعين، نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في نصيحه سأمل. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.